أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة سما. والبداية بالعناوين: مكرمة جديدة من السيد الرئيس للبدء بعودة الأهالي إلى معرة النعمان. عملا بتوجيهات الرئيس بشار الأسد السماح للأهالي بالعودة إلى مدينة معرة النعمان بريف إدلب المحرر بدءا من الأسبوع المقبل. عشرات المستوطنين يجددون اقتحام الأقصى، الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية حدادا على أرواح شهداء جنين الأربعاء. رصد مروحية أمريكية قرب موقع حادث السيل الشمالي، وموسكو تؤكد التسرب وقع في المنطقة التي تسيطر عليها المخابرات الأمريكية. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصحة السورية أن العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع في البلاد ارتفع إلى 426 إصابة، توزعت في حلب 260، ودير الزور 72، والحسكة 30، والرقة 26، اللاذقية 19، وحمص 5 إصابات، ودمشق 5 إصابات، السويداء 5 إصابات، ودرعا 3 إصابات، والقنيطرة إصابة واحدة. وفق بيان للوزارة، بلغ العدد الإجمالي التراكمي للوفيات بمرض الكوليرا 33، توزعت في حلب 28، والحسكة 3، ودير الزور 2، مشيرة إلى أن معظم الوفيات ناتجة عن التأخر في طلب المشورة الطبية المبكرة أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة. ودعت الوزارة إلى ضرورة اتباع إجراءات الصحة العامة والمتمثلة بغسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر، وشرب المياه من مصدر آمن، وإذا تعذر إيجادها يمكن غليها لمدة دقيقتين ثم حفظها في وعاء نظيف ومغلق، إضافة إلى ضرورة غسل الفواكه والخضار بشكل جيد، وطهي الطعام وحفظه بدرجة الحرارة المناسبة، عدم شرب أو تناول أي شيء مجهول المصدر أو يشك بسلامته، وطلب المشورة الطبية المبكرة في حال الاشتباه بالإصابة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة مساء الأربعاء تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا، الشفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس. أوضحت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 57,288، شفي منهم 54,074 حالة، توفي 3,163 حالة. في محاولة جديدة للتغطية على جرائمها بحق المدنيين في سوريا والعراق، لم تفصح وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن أعداد الضحايا المدنيين إثر الغارات الفاشلة التي شنها ما يسمى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بحجة محاربة الإرهاب، مشيرة إلى أنه خلال عام 2021 كان هناك 6 تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين محتملين، 3 منها لا تزال قيد التقييم، في حين 3 الأخرى غير موثوقة على حد تعبيرها. في حصيلة جديدة لأعداد الضحايا الذين سقطوا في سوريا نتيجة العدوان الأمريكي عليها على مدى سنوات، تحدثت وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير أصدرته بتفويض من الكونغرس عن سقوط المزيد من الضحايا إثر غارات أمريكية فاشلة في سوريا وأفغانستان، حسب ما نقلت شبكة CNN الأمريكية. جاء في التقرير أنه في العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق خلال عام 2021 كان هناك 6 تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين محتملين، لكن 3 منها لا تزال قيد التقييم، في حين عدت 3 الأخرى غير موثوقة،
وكانت ذكرت صحيفة انترناشنال ذا نيوز أن البنتاغون كشف أن الولايات المتحدة أسقطت 3246 قنبلة وصاروخا على أفغانستان والعراق وسوريا منذ شباط فبراير عام 2020، حيث بلغ عدد القنابل والصواريخ المطلقة في عهد ترامب 2068، بينما بلغ عدد الصواريخ والقنابل التي تم إطلاقها في عهد بايدن 1178 حتى الآن. يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تزعم في تقاريرها باستمرار أن سقوط هذه الضحايا نتيجة الخطأ، ولا تحمل المسؤولين عن هذه الأخطاء مسؤولية لأنها غير مقصودة. أكدت روسيا رفضها لاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تهدد دول المنطقة وتنذر بتأجيج الوضع فيها. ونقلت وكالة تاس عن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي قوله في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية وغير القانونية تتجاوز الضفة الغربية وقطاع غزة لتؤثر على الدول العربية المجاورة باستفزاز حوادث عديدة تنتهك سيادتها، مشيرا إلى أن الحديث يدور حول سوريا ولبنان. أضاف بوليانسكي: نعرض مثل هذه الأساليب التي تؤدي إلى خلق تهديدات لدول أخرى تنذر بتأجيج الوضع في المنطقة ككل، لافتا إلى أن على المجتمع الدولي أن يلعب دوره البناء في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفي التخفيف من حدة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الحادة في الأراضي المحتلة. عملا بتوجيهات الرئيس بشار الأسد، قال محافظ إدلب ثائر سلهب إنه تم السماح للأهالي بالعودة إلى مدينة معرة النعمان بريف إدلب المحرر بدءا من الأسبوع المقبل. وأضاف المحافظ أنه بالتوازي مع عودة الأهالي إلى مدينة معرة النعمان ستنطلق أعمال تأهيل البنية التحتية والمرافق الخدمية في المدينة التي تعرضت خلال الفترة الماضية لتخريب واسع من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة قبل دحرها على يد الجيش العربي السوري. بمشاركة واسعة ضمت مختلف أطياف الشعب السوري من عدة محافظات، أقيم في مدينة خان شيخون بريف إدلب مهرجان السلام الوطني في رسالة محبة من أرض إدلب المحررة من الإرهاب. المهرجان أمام مركز التسوية يكون دعوة للشعب السوري بالكامل للبعد عن الحرب والإرهاب والرجع إلى الوطن لحضن الوطن. هذا الاحتفال كما ترون الجماهيري المتميز إنما يدل على أن المنطقة بدأت تتعافى. هذا المهرجان هو رسالة لجميع أبناء سوريا اللي هم خارج السرب، يغردوا خارج السرب، نريد منهم أن يستفيدوا من مكارم السيد الرئيس مكرمة بأثر مكرمة وهو مرسوم العفو. رسالة للخارج أنه هذه سوريا، هذه أهل سوريا، هذه أبطال سوريا، ونحن نقول سوريا واحدة لن تتجزأ. من أرض خان شيخون نقول للعالم أجمع أن نحن أهل السلام ونحب السلام لجميع الدول. المهرجان أقيم أمام مركز التسوية الذي يشهد إقبالا مستمرا من المطلوبين لتسوية أوضاعهم، وتخلل كلمات وطنية لشخصيات رسمية وعشائرية وعدد من الشعراء، ووصل سفير السلام حسن المعذب والذي انطلق من حمص لحماة إلى خان شيخون مشيا على الأقدام. تقدمت بهذه المبادرة باسم شرفاء سوريا الأسد من محافظة حمص، علما أنه هذا رقم الجولة السادسة في الجمهورية العربية السورية من محافظة حمص مرورا بمحافظة حماة إلى نهاية المسيرة في محافظة إدلب خان شيخون، تجسيدا لمكرمة سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد لفتح مركز التسوية والعفو والمراسم الذي التمسناه على أرض الواقع. خلال فعاليات المهرجان وبتوجيه من الرئيس بشار الأسد، تم السماح لأهالي مدينة معرة النعمان بالعودة لمنازلهم المحررة من الإرهاب، وتنظيم عودتهم سيتم خلال الأسبوع القادم بدعم حكومي في إعادة تأهيل البنى الأساسية للمدينة. مكرمات السيد الرئيس متتالية ودائمة ومستمرة للوطن وأبناء الوطن.
بعد مركز التسوية وطلب أهالي معرض النعمان للعودة إلى بلدهم أو منطقتهم مكرمة جديدة من السيد الرئيس للبدء بعودة الأهالي إلى معرض النعمان. القرارات الحكومية الأخيرة انعكست إيجاباً على واقع الحياة في ريف إدلب وسهلت على المواطنين إجراءات عودتهم التي تشهد منذ افتتاح المركز تسارعاً في نسبة الأهالي العائدين لمنازلهم وبلداتهم. من جانب ثاناً وتلبيةً لرغبة الأهالي بتوسيع نطاق التسويات التي طرحتها الدولة، تستمر الجهات المختصة في مركز التسوية في مدينة خان شيخون بريف إدلب المحرر باستقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم. جايين نعمل إعادة طلب عودة لأهلنا في الشمال، عودتهم هني وأغراضهم وأولادهم والجرارات والكل. احنا اليوم هون بمركز تسوية خان شيخون، والمعاملة حسنة ومعاملة الشباب طيبة كتير كتير، الحمد لله رب العالمين، والله يفرحنا برجوع الأهل جميع. أنا كنت موجود في المناطق الشمال وجاي لهون حاليا، صار لي 4-5 أيام لحتى أعمل تسوية وأرجع لوطني ولبلدي ولحياة الطبيعي وأرجع لأولادي اللي عايشين هون. بنصح لكل شخص موجود في المناطق الشمالية يرجع ويسوي وضعه لبلده. جينا نقدم طلب تسوية لقرايبنا، ونشكر السيد الرئيس على المبادرة منه مشان رجع العالم اللي موجودة بالطرف الثاني لأرض الوطن إن شاء الله وتعالى. والله لازم كل العالم تجي ما شاء الله، الله يعطيهم العافية من الباب للإدارة كلياتهم، يعني شباب لطيفين ومحترمين. ردا على اعتداءات النصرة بقذائف صاروخية على نقاط عسكرية في محاور بريف إدلب الجنوبي في خرق جديد ومتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار في خفض التصعيد، أكد مصدر ميداني غير رسمي أن وحدات الجيش العاملة في قطاع ريف إدلب من منطقة خفض التصعيد استهدفت بقصف مدفعي محيط نقطة الاحتلال التركي قرب قرية الكفير جنوب جسر الشغور التي ينتشر فيها إرهابيون، في حين استهدفت بصاروخ موجه تحركات مؤللة للإرهابيين في دير سنبل وبالمدفعية مواقع لهم في تفتناز ومعارة النعسان بريف إدلب الشمالي والجنوبي، في حين وجهت الوحدات العاملة في ريف حمار ميات مدفعية لمواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في سهل الغاب الشمالي الغربي، واستهدفت تحركات لمسلحيه في محاور التماس بقطاعات من خفض التصعيد. في البادية الشرقية كثف الطيران الحربي السوري والروسي غاراته على مواقع لمسلحي تنظيم داعش في مثلث حماة حلب الرقة، وأوقع عشرات القتلى في صفوفه في غارات استهدفت أوكارهم في منطقتي أثريا ببادية حماة ورصافة ببادية الرقة. تحدثت مصادر إعلامية عن مقتل 10 من مسلحي داعش في الغارات التي استهدفت مناطق متفرقة من البادية. فرقت ميليشيات قسد بقوة السلاح متظاهرين في مدينة القامشلي خرجوا احتجاجا على إغلاق الميليشيات المعاهد والمدارس الخاصة والعامة التي تقوم بتدريس منهاج وزارة التربية السورية، اعتدت عليهم بالضرب المبرح واختطفت عددا منهم. نقلت وكالة سانا عن مصادر محلية تأكيدها أن مسلحين تابعين لقسد قاموا بتفريق المحتجين الذين تجمعوا أمام مبنى منظمة الأمم المتحدة في شارع السياحي ضد الممارسات القمعية للميليشيات التي تسببت بحرمانهم من التعليم بقوة السلاح وضربهم واختطاف عدد منهم. أشارت المصادر إلى أن الميليشيات استخدمت تعزيزات عسكرية طوقت مكان الاعتصام، اعتدت بالضرب على حاملي لافتات مكتوب عليها عبارات تطالب برفع اليد عن المدارس وإعادة فتح المدارس التي تدرس المناهج الحكومية. في إسلام أباد أكد الرئيس الباكستاني عارف علوي حرص بلاده على تطوير العلاقات الأخوية بين سوريا وباكستان وشعبيهما الصديقين وإيجاد تواصل بين المؤسسات الخاصة والعامة في البلدين، ودعا علوي خلال لقائه سفير باكستان المعين لدى سوريا رشيد أختار
إلى ضرورة تبادل وفود رجال الأعمال وتطوير الاستثمارات بين البلدين، وتقييم عناصر القوة بينهما حتى يكمل كل طرف الطرف الآخر لتعزيز العلاقات الثنائية. وأعلن علوي أن بلاده ستوفر حزمة من الدورات التدريبية والتعليمية التقنية من جامعة العلامة إقبال والجامعة الافتراضية الباكستانية في جميع الاختصاصات للطلاب السوريين. جدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف التوسع الاستيطاني. ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن منصور قوله في رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إن استمرار إهمال مجلس الأمن الدولي لمعاناة الفلسطينيين في ظل الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري وإفلات القوة القائمة بالاحتلال من العقاب يشجعها على مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني. جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. هذا وقد عم الإضراب الشامل عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة حدادا على أرواح شهداء جنين الأربعاء. ليس للصلاة فقط، أجراس كنيسة المهدي في بيت لحم قرعت حدادا على أرواح شهداء جنين الأربعاء الذين ارتقوا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدينة ومخيمها. تشييع كبير للشهداء ترافق معه هتافات وصيحات توعدت بالرد على الاقتحامات الإسرائيلية وعمليات القتل المستمرة في الضفة الغربية. جنين، نابلس، طوباس، طولكرم وبيت لحم ومدن أخرى في الضفة الغربية أعلنت إضرابا شاملا حدادا على أرواح الشهداء وتنديدا بجرائم الاحتلال. الفصائل الفلسطينية مجتمعة أجمعت على ضرورة الرد، رد قد يذهب في ثلاثة مسارات مختلفة، أولها التلويح بتصعيد المقاومة، وثانيها الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال في كل نقاط التماس في إطار سياسة المقاومة القائمة على توحيد الساحات. أما المسار الثالث بحسب الفصائل فذهب باتجاه السلطة الفلسطينية التي دعتها الفصائل للذهاب إلى مربع المواجهة الشاملة مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني. على ما يبدو إسرائيل تتجه أكثر نحو التصعيد في الضفة الغربية تحديدا في مدينتي جنين ونابلس، خطوة ترجمها قرار رئيس أركان العدو بإجازة استخدام المسيرات لتنفيذ عمليات الاغتيال من الجو. ليست مدينة جنين وحدها من تشهد الممارسات التصعيدية لقوات الاحتلال، مدينة دورة بالضفة الغربية شهدت مواجهات مع قوات الاحتلال أصيب فيها أكثر من 12 فلسطينيا، خمسة منهم بالرصاص الحي. صوت فلسطيني واحد في كافة المدن، توحيد صفوف الفصائل لمواجهة الاحتلال الذي يدرك قادته أن استمرار جرائمه لن يزيد إلا تصميما على المقاومة التي يتزايد عدد المنتسبين إليها. أكدت الصين ضرورة عدم استخدام حق النقد الفيتو بشأن القضايا المتعلقة بمستقبل ومصير الشعب الفلسطيني من قبل أي طرف، مشددة على أهمية التمسك بالنزاهة والعدالة إزاء القضية الفلسطينية. نقلت وكالة شينخوا عن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون قوله في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن إن ما ينقص حل القضية الفلسطينية ليس خطة كبرى
بل ضمير حي لإقرار العدالة، مشيرا إلى أن وفاء مجلس الأمن بمسؤولياته لا يعتمد على الشعارات الصارخة ولكن على الإجراءات الملموسة. وقال جيون يتعين على مجلس الأمن أداء واجباته بموضوعية وحيادية وفقا للتوافق الدولي وتعزيز استئناف المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية دون تأخير، بدلا من انتظار ما يسمى نضج الظروف اللازمة للحوار. ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 73 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات 24 الماضية. نقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان قوله في بيان إن الخروقات تضمنت تحليق طائرات تجسسية وتسعة خروقات بقصف مدفعي وخمسين خرقا بالأعيرة النارية. أتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقته انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية الذي تم توقيعه عام 2018. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه سيدعو إلى جلسة ثانية لانتخاب الرئيس حينما يكون هناك توافق على مرشح. وأخفق المشرعون اللبنانيون في انتخاب رئيس جديد خلال التصويت الخميس في أول جلسة انتخابية يعقدها المجلس، وذلك قبل أكثر من شهر بقليل من انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون. يتطلب فوز أي مرشح رئاسي أصوات ما لا يقل عن 86 عضواً من 128 عضواً في مجلس النواب للفوز في الجولة الأولى من التصويت. ومع ذلك فإن عدد بطاقات الاقتراع الفارغة أو اللاغية، يعني عدم وصول أي مرشح إلى العدد المطلوب وفقاً لإحصاء رويترز قبل الإعلان الرسمي للنتائج. وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن نصاب النواب اكتمل عقب دخول 104 نوابا إلى قاعة الهيئة العامة في مجلس النواب. أكد النائب الأول لرئيس إدارة الكرملين سيرجي كارينكو أن حلف الناتو يستخدم أوكرانيا رأس جسر في الحرب التي يخوضها ضد روسيا. وقال كارينكو في كلمة أثناء فعاليات احتفالية بمناسبة يوم عمال القطاع النووي الروسي: ندرك جيدا أنه على أراضي دونباس وأوكرانيا تحاربنا كافة دول الناتو. قتل نحو 30 شخصا بقصف نفذته قوات نظام كييف على قافلة من اللاجئين كانوا في طريقهم إلى الحدود الروسية بالقرب من خاركوف. قال رئيس المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في موسكو روديون ميروشنيك في تصريح لوكالة نوفوستي إن حوالي 30 شخصا لقوا مصرعهم أثناء تحركهم في قافلة للاجئين نحو الحدود الروسية جراء قصف أوكراني، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ لم تتمكن بعد من إخراج الجثث. وأشار ميروشنيك إلى أنه ومع تزايد الأعمال العدائية لنظام كييف في منطقة خاركوف ازداد عدد الأشخاص الذين يغادرون المنطقة باتجاه مدينة بلغورود الروسية أو يسافرون عبر جمهورية لوغانسك الشعبية. أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف أن فرقة من قوات الشيشان الخاصة بقيادة سلطان رشايف شنت هجوما ناجحا على طول جبهة مقاطعة خيرسون. قال قاديروف إن مدينة إنرغودار حيث محطة زابوروجي الكهروذرية محمية بشكل جيد من قبل العسكريين الشيشان. أشار إلى أن إنرغودار تتعرض لهجمات شبه مستمرة من قبل النازيين حيث يقصفون البنى التحتية والمنازل والمرافق الاجتماعية وحتى المواقع عالية الخطورة مثل مفاعلات المحطة. واعتبر أن إنرغودار من أصعب الأراضي التي تدافع عنها قوات الشيشان، وأكد أنه لدى المقاتلين كل ما يحتاجونه من الأسلحة والمعدات والذخيرة اللازمة لتنفيذ مهامها بغض النظر عن مدى صعوبتها.
أفادت وسائل إعلام بمشاهدة طائرة مروحية تابعة للقوات الجوية الأمريكية بالقرب من موقع خطي أنابيب الغاز سيل الشمالي 1 و2 في الليلة التي سبقت وقوع الحادث. بمقالات وزارة الخارجية الروسية إن حادث تسرب في أنابيب الغاز وقع في المنطقة التي تسيطر عليها المخابرات الأمريكية. مع تخريب خطي أنابيب الغاز الروسي إلى أوروبا ستريم 1 و 2 والذي يساعد المواجهة الغربية المتأزمة مع روسيا، سؤال وحيد يطرحه المنطق بعد ترجيحات بأن الحادث عمل تخريبي، من المستفيد؟ في معرض الاتهامات الأوروبية التي سرعان ما وجهت إلى روسيا بتخريب الخط المتوقف أصلاً بقرار ألماني أمريكي، بايدن يزيح أصابع الاتهام تلك عن موسكو ليوجهها باتجاه واشنطن التي تبدو وكأنها ترفع رهاناتها بعد إجراء الاستفتاءات في المناطق الأربع المحررة بشأن الانضمام إلى روسيا. أيام قليلة مضت على تعهد بايدن بالتخلص من الخط الذي تعرض لحادث تسريب في المنطقة التي تسيطر عليها المخابرات الأمريكية، ومن فم بايدن تدان واشنطن. إذا استمرت روسيا بضم أراضٍ أوكرانية فهذا يعني أن الحشود والدبابات ستعبر الحدود ولن يكون هناك السيل الشمالي 2، سوف نتخلص منه، أما كيف أمريكا قادرة على ذلك وسوف ترون. تصريحات وضعت البيت الأبيض في موقع التبرير، فالحادث تعاقب بعد أيام من تعهد بايدن بالتخلص من خط الغاز. تسرع بايدن وهفواته أربكت البيت الأبيض، فالرئيس الأمريكي لم يقصد ما قاله، وموسكو تسرعت بالحكم على تلك التصريحات دون أن تفهم محتواها بحسب ما زعمه مسؤول البيت الأبيض. الرئيس جو بايدن وعد بمنع تشغيل أنابيب السيل الشمالي الثاني للغاز الروسي إلى أوروبا، لكنه لم يتعهد بضرب الأنابيب. إحراج وقع فيه البيت الأبيض بسبب رئيس بلاده الذي يفترض أن يتحلى بالمسؤولية والدقة في تصريحاته، هذا إذا ما صدق البعض رواية النوايا، لكن تغريدة دخلت على الخط عقدت مهمة التبرير أكثر. وزير الخارجية البولندي السابق رادوسلاف سيكورسكي مبتهجا بالأضرار التي لحقت بخطوط أنابيب الغاز السيل الشمالي، مغردا على تويتر شكرا أمريكا، ليزيد موقع فلايت رادر المتخصص برصد الحالات الجوية من الأدلة جديدا. الموقع يفيد برصد طائرة سيكورسكي MT-16 أرسترايك متعددة الأغراض لمدة 9 ساعات. الطائرة وبحسب الموقع حلقت فوق بحر البلطيق مسافة 250 كيلومترا. دلائل عدة جميعها تبرهن أن المستفيد اقتصاديا وجيوسياسيا من تدمير البنية التحتية لنقل أنابيب الغاز التي تربط روسيا بالاتحاد الأوروبي هي واشنطن. أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف أن التهديدات بالأسلحة النووية تجاه روسيا بدأت تظهر في تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين، لافتا إلى أن الحرب النووية لا منتصر فيها ولا يجوز البدء بها. أشار أنتونوف في مقال لمجلة The National Interest إلى أن هذه السنة تصادف الذكرى 60 لأزمة الكاريبي، حيث كان الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة على وشك الدخول في نزاع نووي. وقال إن هذا يوفر لنا الإمكانية للعودة إلى الدروس التي اتخذتها الدولتان الكبيرتان من تلك الفترة الدرامية، وأعتقد أن أي أمريكي سيؤيدني في عدم جواز تكرار الوضع الخطير الذي تبلور في الستينيات من القرن الماضي. في طهران أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن العقوبات الغربية على إيران ومحاولات إثارة الفوضى فيها وجهان لعملة واحدة. مزيد من التعقيدات والتدخلات الخارجية تعيشها طهران، فأجهزة المخابرات والإعلام الغربي وأدواته الضالة لطالما حاولت إثارة الفتن والتوتر في إيران للضغط عليها في ملفها النووي وفي ملفات أخرى. مؤامرات شهدتها شوارع إيران استدعت تصريح الرئيس الإيراني الذي أكد على ضرورة تحديد الخط الفاصل بين الاحتجاج وأعمال الشغب. الذين تسببوا في زعزعة الأمن في المجتمع وأضروا بأرواح المواطنين وممتلكاتهم في أعمال الشغب واستغلوا قضية وفاة مهسا أميني كذريعة لضرب أمن البلاد، الشعب الإيراني يعرف جيدا أن الأعداء لا يريدون ازدهاره ويسعون إلى خلق حالة من انعدام الأمن. بين الفينة والأخرى مؤامرات تحاك عبر أدوات سياسية وحزبية غايتها عرقلة إحياء اتفاق
يترنح منذ عام 2018. العقوبات الغربية على إيران ومحاولة بث الفوضى المنظمة فيها تحركها يد واحدة. والكلام للرئيس الإيراني الذي أبدى استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق جيد مبنيا على الضمانات وإمكانية التحقق من الالتزامات. في النص الأخير الذي قدمناه في المفاوضات النووية أكدنا على ضرورة الحصول على ضمان موثوق لرفع العقوبات حتى يتمكن الشعب الإيراني من التمتع بالفوائد الاقتصادية للاتفاق. يمكن التوصل إلى اتفاق عادل وجيد في مفاوضات فيينا في حال أوفى الأمريكيون والأوروبيون بالتزاماتهم. وسائل ضغط تلجأ إليها واشنطن ودول غربية غايتها إحراج طهران في الملف النووي، لكن الرد الإيراني الذي أظهر حزما في التعامل مع العابثين رسالة توجهها إلى الخارج. الأيادي التي تريد خرابا في البلاد لا بد أن تقطع. أعلنت الشرطة الأمريكية إصابة 3 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار بإحدى المدارس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. نقلت قناة CBS الأمريكية عن شرطة الولاية قولها في بيان إن 3 من المسلحين أطلقوا النار في مدرسة في أوكلاند، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل، تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أنه تم على الفور فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت في وقت سابق مقتل شاب وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بإحدى المدارس في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. طلبت السلطات الأمريكية من 2 مليون شخص مغادرة شواطئ جنوب غرب ولاية فلوريدا مع وصول إعصار إيان إليها مصحوبا بعواصف ماطرة ورياح عاتية. نقلت وسائل إعلام أمريكية عن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قوله إن الإعصار إيان الذي وصل إلى اليابسة في جنوب غرب فلوريدا كإعصار من الفئة الرابعة مصحوبا برياح مستمرة تبلغ سرعتها القصوى 185 كيلومترا في الساعة قد يتسبب بأضرار وخسائر تتجاوز 67 مليار دولار. كما تسبب الإعصار بانقطاع الكهرباء عن 1,114,000 شخص. وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير سيتجه الإعصار شمالا يوم غد الجمعة ويقترب من سواحل شمال شرق فلوريدا وجورجيا وساوث كارولينا. ومن جهة أخرى ضرب الإعصار نورو فيتنام متسببا بانقطاعات في التيار الكهربائي في وسط البلاد حيث احتمى 10,000 السكان من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي أودت بحياة 10 أشخاص في الفلبين. احتمى أكثر من 200,000 شخص في فيتنام في ملاجئ بعدما حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن نورو هو أحد أشد الأعاصير التي تشهدها الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا. وكان الإعصار نورو ضرب هذا الأسبوع الفلبين حيث حصد أرواح 10 أشخاص من بينهم 5 مسعفين في حصيلة رسمية جديدة، ولا يزال 8 أشخاص في عداد المفقودين. والآن مشاهدينا تذكير بالعناوين. مكرمة جديدة من السيد الرئيس للبدء بعودة الأهالي إلى معرة النعمان. عملا بتوجيهات الرئيس بشار الأسد السماح للأهالي بالعودة إلى مدينة معرة النعمان بريف إدلب المحرر بدءا من الأسبوع المقبل. عشرات المستوطنين يجددون اقتحام الأقصى. الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية حدادا على أرواح شهداء جنين الأربعة. رصد مروحية أمريكية قرب موقع حادث السيل الشمالي وموسكو تؤكد التسرب وقع في المنطقة التي تسيطر عليها المخابرات الأمريكية. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.